مجلس جهة ثم مجلس إقليمي. بناء مراحل في مركز بودرة. المبلغ التكلفة هو 72,000 درهم. ستشارك فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 168,000 درهم. إحداث أكل ومحلات تجارية. هذه ضيف واحد إخوان راه ما كايناش في المركز. المبادرة هذه شحال؟ 168,000. الجماعة بشراكة مع المستفيدين بحيث الجماعة توفر لهم الأرض والدراسة التقنية والفيلا غادي يكون على عاتق المستفيد. 1,250,000. المصادر التمويل وزارة الداخلية. المشروع رقم 14 تطهير السائل. هذا التطهير السائل هو المبلغ ديالو 223 ريال من استعمال الحياة السلامية والوكالة المستقلة لتوزيع اللحم الكهربي الأسفي ثم المجلس الإقليمي الأسفي. هذا الشطر الأول. هذا المشروع ديال برنامج عمل. كي قال سي عزيز راه حاليا راه مازال حبرا على ورق. وكي قلتي انت السي الرئيس بديتي الدورة بشي حد كيشوش علينا ولا شي حاجة، حنا كأعضاء ما كنتسناوش شي واحد يشوش علينا. حنا كل واحد بدماغه، كل واحد بعقله، كله كيعرف شنو كيدير. أما هو كي قلتي من خاص واحد يشوش على هذا المجلس. وكنتمناو هاد الملايير هذه نشوفوكم تجيبوها مرة شي كثير، هادشي بزاف. حنا كنتمناو الشركاء اللي هما حاطين هنا الوزارة الداخلية ولا الجهة ولا المجلس الإقليمي، نتمناكم تكونوا موفقين في هاد التمويلات. وهي راه بزاف هادشي، راه غتولي بوزنيقة عندنا إن شاء الله. 17 مليون ديال الذهب، 15 مليون ديال الذهب، غير هاد الإشارة فقط. وهاد المبالغ هادي راه ما جاتش من تلقاء نفسنا، راه كما شفتوا في المشروع الأول هو دراسة تقنية متعلقة بتأهيل الحضارة. هاد الدراسة هادي هي اللي جات لنا 19 مليون و 40 مليون، وهذا هي اللي حددت لنا التكلفة، دونك ماشي اللي عندنا حنا، دونك الدراسة هي اللي حددت هاد. حنا بالنسبة لنا مشى مصوتين على بيدينا، هزين يدينا بنا مصوتين، على غير يكون هادشي يتحقق علينا من هاد الفلوس، ولا تحقق من علاش نترشحوا كاع، علاش هاد الورق؟ علاش نبقوا هنا مرشحين؟ يعني ما خصش لي والو، ما خصش لي شي حاجه باش تمشي. ها؟ ما خصش لي والو وانا باش نمشي. مرحبا سيدي، شنو هاد السي اللي زبرك؟ انا كيفاش السيد عبد؟ قال لي جيتي مع بركه، جيتي مع بودره، مع كل المراكز الصغيره. يعني شي تمويلات جيده خياليه. شي اللي كان يقول لك اسافر الرويضة قبل تجيب. الف درهم تاع التسجيل و 3000 درهم تاع التصبغه و 5000 درهم تاع التسجيل و 3000 درهم تاع التصبغه و 5000 درهم تاع التسجيل و 3000 درهم تاع التصبغه و 5000 درهم تاع التسجيل و 3000 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 درهم تاع التس
تدخل في برنامج عمل اختار لي عجبك حنا خاطر نرفع واللي صديقي هو اللي جاوب ما مدى مشكلة انا كيبان لي بحال المشكلة كاين شي مداخلة أشغال تنظيم قنوات الماء الصالح للشرب وإنشاء سقاية سموية ثم الجزيمة أو حفر ثلاث آبار مع تشيز ديال ثم بئر آخر أو بئرين نو بئر واحد لآخر غادي غاتكلف به وزارة الفلاحة يعني كما غادي نبدا بجوج ثلاثة أربعة آبار ثلاثة جهاز مغربي أسفي وحدة ديال وزارة الفلاحة مع تشيز ديالو شركاء وزارة الداخلية ثم جهة مراكش أسفي ونجلس التعليم هنا معنا مصادر أخرى ديال السموي اللي هي الوزارة المهنية ديال الدولة يعني صحيح المحور الرابع يتعلق بالمجال الثقافي والريادي والمحور الخامس يهم تعزيز الموارد البشرية المحور السادس يشمل بعض الخدمات الإدارية للجماعة والمحور السابع والأخير يتعلق بالمحافظة على البيئة. برنامج مشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2027 بالنسبة للبنية التحتية
الدراسة التقنية لتأهيل حضاري المركز. المبلغ المخصص 72200 درهم. نسبة الجامعة في الإنجاز 100%. الدراسة التقنية لتعبيد المسالك. المبلغ المخصص 360000 درهم. نسبة الجامعة في الإنجاز هي 100%. تعبيد المسالك، تعبيد المسالك يعني لو ديكوش بونغوبي 50 كيلومتر، هذه المقترحة 50 كيلومتر أي بمبلغ يعادل حوالي 40 مليون ديال الدرهم. ستشارك فيه كل من المديرية العامة للجامعة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بمبلغ 20000 درهم، 20 مليون ديال الدرهم بنسبة المشاركة ديال 50%، مجلس جهة مراكش 30%، والمجلس الإقليمي 20%. تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى المركز 54 مليون و 500000 درهم. مصادر التمويل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، ثم وزارة الداخلية، ثم مجلس الجهة والمجلس الإقليمي. خامسا تهيئة الطريق الوطني رقم 7 طريق ديال مراكش على مستوى المركز المبلغ 46 مليون ديال الدرهم نفس الشركاء. تهيئة الطريق الإقليمي رقم 23-05 لغادي الحد الحرارة مبلغ مقدور بالسلامية. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 120000 درهم. إصلاح المجزرة الجماعية ومرافق السوق الأسبوعي مبلغ مقدر هو 450000 درهم. ستقوم به، ستكلف به وزارة الفلاحة.